يبقى الحمد لله ما بعتناش القوات، لان لو كنا بعتنا القوات دي غالبا ما كانتش هترجع، وكانت هتحط مشكله كبيره قوي امامنا اغلب الظن ما كناش هنبلعها بسهوله، وكان الراي العام المصري كمان هيتعامل معها بالكثير من الريبه، لانها تعيد للاذهان فتره سابقه كلنا على يقين بما فيها القياده السياسيه اللي هو الرئيس عبد الناصر ساعتها كانوا على يقين انه كان قرارا خاطئا. فخ وقعنا فيه، حدفنا نفسنا، بعتنا اولادنا في مكان كان مستحيل ان احنا نحقق فيه اي مكسب، حتى لو كسبت تطلع خسران كتير قوي قوي قوي. الحاجه الثانيه اللي ربنا سترها معانا فيها